إذن متابعي ومتابعات قناة شوف تيفي، مرحبا بكم على هذا البث المباشر هنا من مدينة آسفي. صباحكم مبارك سعيد، تحية طيبة عطرة. الصباح انبعاثات خطيرة تنعي أكسيد الكربون، كتلوت الجو، تلوت المارة، تلوت عباد الله. ما كاينش مشكل مع الطوبيسات هنا ديال مدينة آسفي، ما كاين حتى شي واحد ما كيقول لك هذاك المثل، ما خاصنا معاهم حتى شي خير. اللهم لك الحمد، زعما بخير وعلى خير الامور، هانية وصفا وصما صافية عند هادو ديال آسفي. الصباح في الساعات الاولى من الصباح اليوم يتحركوا الحافلات ديال النقل العمومي في مدينة آسفي في حالة كارثية، انبعاثات دخانية قوية جدا، قوية جدا جدا جدا. نقول لكم هذا المنظر، هذا المشهد الخطير عندنا في مدينة آسفي، فقط هذا المشهد غنشوفوه في مدينة آسفي. عندنا شركة ومجلس بلدي يتبجحون بأنهم عندهم أحدث الصيحات ديال الحافلات، ضافوا ثمن جديد ديال التذكرة، ولا حياة لمن تنادي بنهاية المطاف على مستوى التطبيق الخدمات وإعطاء الخدمات. حافلات ما تخدمهم مستفى، حافلات ما تخدمهمش حتى في دول اللي ما عندهمش الطريق. هانتوما شوفوا الحجم ديال الكارثه، موقفش الناس كتشير، موقفش لهم مشاكل بالجملة كتواجه الشركة هنا ديال النقل الحافلات هنا في مدينة آسفي، مشاكل بالجملة. أبغيتكم تشوفوا معايا داك الانبعاثات ديال، شوفوا الدخان كي داير، شوفوا الدخان كي داير الموتور ديال الطوبيسات. هادشي اللي شايط لينا حنا في هاد المدينة هادي مع بعض الشركات للأسف، لا شركات ولا مؤسسات منتخبة ولا حتى شي حاجة. باش كتكلم معاهم على ضعف جودة الخدمات، وتهضر معاهم على مشكل ديال الطلبة اللي كيعانيو فيه في الكلية من ضعف ديال الخدمة ديال النقل الحضاري، وفاش كتهضر على عدم التغطية ديال الأحياء الجانبية، وعدم احترام ديفطار التحملات، وعدم احترام بزاف ديال الحويجات، تجدو فقط امام افواه صامده. شوف 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 على الدخان، شوف على الدخان، شوف الطوبيسات اللي كيهضروا لنا عليهم لا ساتيام جينيراسيون كي دايره. هذا الجيل السابع من الحافلات، هذا الشيء باش دخلوا لمدينه آسفي. في نهايه المطاف يتم استعمال وسائل نقل شبه بدائيه لتنقل المواطنين ولا بحاضرات المحيط مدينه آسفي. هادو هما الحافلات فاش كيتنقلو الناس الساكنة ديال مدينة آسفي، بالإضافة إلى تسعيرة جديدة. وشناهم في رمضان حتى مواقيت العمل لم تحترم، وما خدموش مورا الفطور، والناس تعاني. الساكنة هنا اليوم بمدينة آسفي تعاني في ظل هاد الخوصصة، فمدينة آسفي تعاني على أساس بأن لا وجود لشركات مغربية أو شركات خاصة أخرى اللي تقدر تنافس على المشروع ديال على على هاد المارشي هذا، ولا القطاع ديال النقل هنا بمدينة آسفي. أن لدرجة أن الكارثة، أن البلدية لم تستخلص أيضا واجبات كراء المستودع فين كتستغلو الشركة. هذه مسألة غير مقبولة، غير مقبولة. المواطن نزيدو عليه في التسعيرة، نزيدو عليه في كل شيء، نعطوه خدمات، وتالي ما راكبش الطوبيس باش ما يتكرفش وما ياكلش العصا. وعدد حوادث السير اللي كتوقع مع هاد الحافلات هادي، والمعامله السيئه، وكثير من الاحيان
وقفات شفتي به على على المعاناه ديال المواطنين، فكان وجدوا فقط انفسنا امام اذان صماء للاسف، خلات المصلحه ديال المواطن هي اخر الهموم ديالها، اخر هموم مصلحه المواطن وانه يكون عنده فئه او مجلس يدافع عليه للاسف. حافلات من العصر الحجري علاش انا عندي اليقين بان هاد الحافلات هادو راه ماشي جداد، والاعظم من ذلك على مستوى هاد هاد القطاع هذا، شوف هاد الدخاخن، غير الدخاخن، غير الدخاخن اللي كاينين، هاد الدخاخن اللي كاينين، ها ما كاين غير الدخاخن هنا كيدور. هادشي واحد الرائحة جد كريهة كيخليها بطبيعة الحال داك داك المبيعاتات ديال ديال الحريق ديال الاحتراق ديال المحرك، كيخرج هذاك العادم الهوائي فيهم لا فيه الفراج لا احترام ديال الشروط البيئية لا لا حتى شي حاجة نهائيا بشكل تام وقطعي، بشكل تام وقطعي نهائيا. تجي تقرب حدا انك تخنق تخنق فقط، لان للاسف واقع المدينه يتخبط في كثير من المواضيع، ماشي فقط من هادشي ديال التخاخم ديال الطوبيسات والحاله الكارثيه ديال النقل، حافلات ديال النقل الحضري هنا في مدينه اسف، مجموعه من الملفات الخطيره هنا تعاني منها ساكنه مدينه اسف للاسف. المبيعات